وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة من حجته المعروفة بحجة الوداع، كما يروي ذلك ابن إسحاق في السيرة، حيث يقول ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في حجة الوداع المعروفة فعلم الناس مناسكهم، علمهم الفرائض والسنن، وطاف بالبيت وسعى، ثم ذهب إلى عرفات فوقف تحت الصخرة فخطب في الناس خطبته المعروفة. جدير بنا أيها الإخوة أن نقف مع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعرف مضامين خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن نعرف الاهتمامات النبوية التي كان يهتم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أول الخطباء في هذه الأمة وسيد الخطباء وأول من يرسم للخطباء ملامح خطب الجمعة. خطبة الجمعة ليست درسا عاديا، ليست موعظة لترقيق القلوب فحسب، ليست درسا في التفسير ولا في الحديث فقط، وإنما خطبة الجمعة كما يظهر من ملامح خطبة حجة الوداع عبارة عن خطاب تعبوي يعبئ الأمة، يبين للشباب القضايا الكبرى، يناقش القضايا المصيرية، يناقش قضايا الساعة، يناقش هموم الأمة. هكذا كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل عندما فرض على المسلمين أن يجتمعوا مرة في الأسبوع من أجل أن يتحلقوا خلف خطيبهم مرة في الأسبوع لنصف ساعة أو ساعة أو بين ذلك يقل أو يكثر، إنما أراد لها المشرع الحكيم أن تكون خطابا أسبوعيا يناقش قضايا الأمة ويعالج هموم هذه الأمة، ولكن معالجة شرعية إسلامية، ليست شرقية ولا غربية، وإنما معالجة تنبع من الكتاب ومن السنة ومن الشريعة الإسلامية التي توارثتها الأمة عبر هذه القرون، ليس خطابا سياسيا لجهة معينة ولا خطابا حركيا لهيئة معينة، وإنما هو خطاب ينبع من الكتاب ومن السنة. لذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شعر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخطبة قد لا يجتمع له من الناس أمثال من اجتمع له في حجة الوداع، هذه الآلاف المؤلفة التي اجتمعت وكلها آذان صاغية تريد أن تسمع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. لأننا أحيانا بشعور أو بدون شعور نجعل الدين متفرقا ما بين ما يقال وما لا يقال، نفرغ فريضة الحج أحيانا من مضمونها عندما نري الناس
أو عندما نرغب الناس في أن الحج عبادة روحية لا علاقة له بواقع الناس. الأمر ليس ذلك أبدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تم هذا الجمع الأكبر من أجل أن يعطي الخطوط العريضة لهذه الشريعة الإسلامية، وبين لهم أنها الوصية الأخيرة. فقال في بداية خطبته كما قال ابن إسحاق رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه كما هو الشأن في كل الخطب، نبه الناس فقال: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. وكذلك كان، وكذلك كان، لم يلقهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه سيموت عليه الصلاة والسلام بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من حجة الوداع. وما كان صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بتوجيه الناس. أحيانا نحتاج إلى ترقيق القلوب، أحيانا نحتاج إلى توجيه النفوس، أحيانا نحتاج إلى وعظ الناس بكلمات رقيقة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الخطب وفي مثل هذه اللقاءات يريد أن يتناول القضايا الكبرى المصيرية التي تهم الأمة، والتي للأسف عندما فرطت فيها الأمة صارت تدفع أثمانا غالية جدا. عندما قال صلى الله عليه وسلم في بداية خطبته: أيها الناس، لاحظوا البداية بماذا ستكون، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ هذه هي الفكرة الأولى التي تناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفكرة التي ما زالت مغيبة عند الأمة الإسلامية إلى اليوم. أين هي الدماء وأين هي الأموال؟ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، أي يحرم على المسلمين أن تزهق روح أحد منهم بغير وجه حق، أو أن يؤخذ درهم واحد من غير محله. هذه هي الرسالة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هي من واقع المسلمين اليوم؟ أنا ذكرت في الخطبة الماضية أننا محتاجون حقيقة إلى أن نعيش الحج كما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يريد له البعض اليوم. الحج الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحج الذي تعالج فيه قضايا الأمة، هو الحج الذي ينظر فيه إلى أحوال هؤلاء المسلمين الذين جاءوا من المشارق والمغارب، والذين قطعوا الفيافي والقفار من أجل أن يعلنوا وحدة توحيدهم للعلي الجبار سبحانه وتعالى. هؤلاء المسلمون محتاجون إلى من يطمئنهم، محتاجون إلى من يشعرهم بالأمان، إلى من يشعرهم بالاستقرار، خاصة وأن أحوال المسلمين اليوم تبكي في كل أصقاع العالم. هل تتحدث عن الدماء والأموال في بلاد الشام؟ والناس يقتلون هنالك بالمئات، بلغوا الآن أكثر من 100,000 أو يزيدون ممن قتلوا ظلما وعدوانا. أما الذين جرحوا فهم بعشرات الآلاف، أما الذين سجنوا فهم كذلك، والذين شردوا وأنتم ترونهم الآن على أبواب المساجد. هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع؟ هل يرضى لآلاف مؤلفة من السوريين الآن وهم يتسولون أمام أبواب المساجد في بلاد العرب والمسلمين؟ هذا وضع لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه أراد لهذه الأمة أن تعيش شريفة، أراد لها أن تعيش بكرامة، أراد لها أن تعيش عزيزة. ما أراد لها صلى الله عليه وسلم أن تعيش هذا التشرد وأن تعيش هذا الظلم الذي يقع عليها فتمزق
صفوفها وتذهب يمينا وشمالا في أي مكان وجدت أنها يمكن أن تشعر فيه بالأمان. لذلك حرمة الدماء نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تؤدي إلى كل هذه المخاطر وإلى كل هذه المزالق. عندما يأخذ المسلم بندقية ويوجهها إلى صدر أخيه المسلم، أين هو الإسلام؟ أين هو الإسلام؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث معروفة: الخيانة الزوجية، الثيب الزاني، والمرتد المحارب لأمته وشريعته، والذي قتل نفسه. لكن الغريب أن الأمة برأت كل هؤلاء الثلاثة، الأمة الإسلامية اليوم برأت هؤلاء الثلاثة الذين أجازت الشريعة قتلهم ولكنها أباحت دماء الآخرين، برأت دم القاتل. فصار عندنا من يدافع عن القتلة ويقول إن حكم الإعدام هذا عقوبة وحشية، حتى لو قتل 10، حتى لو قتل 100 فلا ينبغي أن يقتل. الثيب الزاني أيضا، الخيانة الزوجية، الإسلام عاملها معاملة شديدة. الناس اليوم يقولون إنها حرية شخصية، هذه علاقات فردية وحقوق إنسان وما إلى ذلك. وقد رأيتم هذه المهازل التي تقع في مجتمع المسلمين، عندما يلعب الناس بالأعراض، عندما يلعب الناس بالأخلاق الإسلامية المجتمعية التي يؤمن بها 99% من المجتمع المغربي المسلم. عندما نشرت صورة لبعض الأطفال وبعضهم في حالة تخدش بالحياة ونشرت في الإعلام وألقي القبض على هؤلاء من أجل التأديب، لأن هذه ليست من أخلاق المسلمين، ليس من أخلاق المسلمين أن يعيشوا الحيوانية في الشوارع أو في الإعداديات والثانويات والجامعات، لا، أخلاقنا الإسلامية تمنع هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لكن وجد هؤلاء من يتضامن معهم فينشر صوره في حالات فاضحة على صفحات الأنترنت، من هؤلاء الذين يأكلون رمضان، وهؤلاء الفساق الذين يريدون أن يعيشوا دون ضابط من دين أو خلق أو أي شيء. حتى الأوروبيون لم يصلوا إلى هذه الحالة الحيوانية، لا زالت عندهم المرأة تحتاج إلى قيود من أجل أن تكشف شيئا من جسدها، عندهم قوانين تضبطهم حتى في عريهم. لكن عند بعض المسلمين يراد لهذه الأمور أن تصير هكذا أمورا عادية لا حسيب ولا رقيب. لذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الحالات المحدودة التي يجب أن يقتل فيها الإنسان، لكن الأمة أغفلتها، وإذا بها تقتل الناس الأبرياء وتقف أمام نشرة الأخبار كل يوم فلا تسمع إلا 100 في سوريا و 60 أو 70 في العراق وفي باكستان وفي الصومال وفي كل بلاد المسلمين. ما الذي وقع؟ إن المشكل هو أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع لم تؤخذ بعين الاعتبار. إنه عليه الصلاة والسلام هو القائل: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. بل وفي القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لكن الأمة استهانت بالدماء واستهانت بالأرواح، وصار القتل عندها أمرا عاديا، ما صار يثير حتى اشمئزاز الناس. كان الناس يسمعون بمقتل شخص أو شخصين في فلسطين فيثورون، لكن صار الناس يسمعون اليوم 100 من القتلى أو 200، لا يقل اليوم تقريبا عن 200 من المسلمين كل يوم يقتلون. لكن هذا ما عاد يثير أحدا، لا حتى الزعماء يستثارون من أجل عقد حتى اجتماع. كانوا يقولون هنالك اجتماعات شكلية لا تقدم ولا تؤخر، حتى هذه الاجتماعات ما عادت موجودة، وكأن هذه الدماء والأرواح التي تزهق لا شيء. ثم الأموال أيضا، أموال الناس
أين هي ثروات الأمة؟ أين هي خيرات البلاد الإسلامية؟ عندما يتلاعب بها أفراد معدودون من الأثرياء الذين وضعوا أيديهم الخشنة الغليظة على مقدرات الأمم، بينما يعيش، هذه إحصاءات عالمية تقريبا، 20% من الناس أو أقل من ذلك، 10% في بعض الإحصاءات، يعيشون على 95% من الثروات، والبقية الأخرى تعيش فقرا مدقعا. أين توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على قضية المحاسبة، من أفلت من محاسبة الدنيا فلن يفلت من محاسبة الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. منطق المحاسبة مع المسؤولية. الناس عندهم الآن عندما يصير الإنسان مسؤولا يرى نفسه كما قال الفرعون الأول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فيأمر بقتل من يشاء ويأمر، وكأنه النمرود في العراق قديما الذي قال: أنا أحيي وأميت، يحيي ويميت، بمعنى يحكم بالقتل على طائفة من الناس، ويحكم بالحياة وبالبذخ والترف على طائفة أخرى من الناس، ثم يتصور أنه ناجح وأنه الزعيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه هنا على أمر مهم، وهو أنه إذا أسعفتك هذه الحياة وأفلتت من عقوبتها، فإن الله عز وجل قد هيأ يوما آخر يقتص فيه للمظلومين من الظالمين. يأتي الإنسان يوم القيامة فيقف أمام الله عز وجل يحاسبه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقف الناس فيسأل الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه سبحانه بنفسه: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. مهما كان منصبك، مهما كانت قوتك، مهما كان ما تملك من ثروة ومن مال ومن جاه ومن مساعدين هنا أو هناك، لن تفلت أمام الله عز وجل من العقاب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، يؤكد على قضية البلاغ. فمن كانت له مظلمة، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب، لا تتصوروا أنه فقط لأولئك الحجاج في السنة العاشرة من الهجرة، لا، إن الخطاب موجه للأمة. وسيقول صلى الله عليه وسلم في آخر الخطاب: وليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمن كانت له أمانة عند أخيه المسلم فليردها. رد الأمانات، وكل الحياة عبارة عن أمانة. نفسك بين جنبيك أمانة، روحك أمانة، صلاتك أمانة، عبادتك أمانة، أولادك أمانة، زوجك أو زوجك أمانة، عملك ووظيفتك أمانة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على بعض القضايا التي كانت تثير النفوس وما تزال إلى يوم الناس هذا، فنبأ أو تحدث مرة أخرى عن قضية الدماء، لأنه لا يكفي أن تصدر قانونا بمنع القتل. الدول كلها في العالم أصدرت قوانين بمنع القتل، كل الدول عندها قوانين تجرم القتل، لكن الواقع أن ناسا يقتلون ويبررون القتل، يبررون، يحاسبون شخصا: إنك كنت تنوي أن تقتل، لكن شخصا آخر يأتي فيقتل المئات من الناس فيبرئ نفسه، لأنه الخصم والحكم. الإشكال في أن هذه القوانين يتلاعب بها، لأنه ليست هنالك ضمانات
في ضمير الإنسان وفي إيمان الإنسان في تطبيق هذه القوانين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن دم الجاهلية موضوع كله تحت قدمي. تعرفون أن الناس كانوا يعيشون الثأر، وواقع المسلمين اليوم أيضا فيه هذا الأمر، فيه ثأر كبير. أي عندما تأتي أنت وتكون قد امتلكت القوة وتقتل، فإن الدنيا لا تدوم لك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد يتقوى ذلك المعارض لك فيملك القوة والسلطة، فإذا به يرد بالفعل نفسه فيقتل أيضا، ثم تتقوى أنت وتستمر القضية هكذا دون نتيجة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من وجه إلى ما يعرف اليوم في القاموس السياسي بالمصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية عندما يقع في جنوب إفريقيا، وقعت حروب طاحنة قتل فيها السود بطريقة عنصرية بشعة من طرف الإنسان الأوروبي، لكن عندما وضعت الحرب أوزارها وجد الناس أنهم حتى عندما وصلوا إلى السلطة لو أنهم مارسوا الظلم الذي كان يقع عليهم لما انتهت المشكلة، لكنهم وضعوا اتفاقا فيما بينهم على أن يتصالحوا وعلى أن يتسامحوا وعلى أن ينسوا ماضيهم البئيس السيء. واعترف العالم كله للزعيم الذي قاد هذه المصالحة هناك، وهو الآن في غمرات الموت، والناس يدعون له، النصارى على الأقل يدعون له ويتضامن معه العالم تقريبا كله، لأنه ضحى ولأنه قاس مقاساة شديدة في غياهب السجون وفي الظلم والاعتقال، ومع ذلك قاد المصالحة من أجل أن ينقذ الناس. لكن المسلمين للأسف، المسلمون يقرؤون كتاب الله ويقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس للمصالحة الوطنية الحقيقية، لكنك تستشعر نوعا من الحقد كبيرا ويقوده الإعلام خاصة، فتجد من يحرض ومن يتشفى ومن يفرح بمقتل أخيه المسلم ويأتي يضحك ويستبشر، لأنه سمع أن الآلاف من الناس قد قتلوا ظلما وعدوانا. أي عقلية هذه؟ أي فكر هذا؟ أي تحضر هذا؟ وأي إنسان؟ أي إنسان هذا الذي نعيش معه في هذه الأيام الذي يتشفى بالقتل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالمصالحة، والذي يبدأ بالمصالحة يبدأ بنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماء الجاهلية كلها موضوعة، وإن أول دم أضع دم ربيعة بن الحارث. وربيعة هذا كان مستضعفا في قبيلة بني أو في قبيلة ليث، وكان قد قتل من طرف قبيلة هذيل، وكانوا من أضداد أي من غير حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلته أن يردوا بقتل شخص من تلك القبيلة. لكنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن نتنازل، نحن نتنازل. فكرة نحن نتنازل هي التي لم تعرفها الأمة الإسلامية اليوم. فكرة نحن نتنازل من أجل حقن الدماء ومن أجل إشاعة السلم في المجتمع هي التي لم تعرفها الأمة. نحن للأسف نقرأ منطق: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهي مقولة فرعونية، وهي التي نطبقها للأسف. أنني أنا وحدي الذي أفهم والذي أعرف والذي من حقه أن يعيش، وأنك أنت المخالف ليس من حقك أن تعيش وليس من حقك أن تتنفس، وأفضل مكان لك هو تحت الأرض. هذا ليس منطقا إسلاميا. أول دم أضع دم ربيعة بن الحارث، أي نحن نتنازل عن حقنا من أجل أن تسود المصالحة العامة. ثم يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الربا أيضا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يدرك قبل أن تحل الأزمة العالمية في 2008، وقبل أن تردفها أزمة أخرى على وشك الوقوع في هذه الأيام، كان يدرك صلى الله عليه وسلم أن الربا شيء خطير جدا يدمر اقتصادات الدول حتى لو كانت عظمى. فقال صلى الله عليه وسلم:
أيها الناس إن كل ربا ممنوع، أي كل الربا حرام، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا. خطاب قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، قضى الله أنه لا ربا، وإن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. يبدأ بنفسه مرة أخرى. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في مرحلة منذ مرحلة مكة كان معروفا بأنه كان يشبه مؤسسة بنكية اليوم، كان يجلس الناس يذهبون في التجارة في رحلتي الشتاء والصيف، يقطعون الفيافي والقفار من أجل التجارة ويخاطرون من أجل ربح المال، والبعض الآخر يغرس ويزرع في الفلاحة، والبعض الآخر في الصناعة والحداد والنجارة، لكن بعض هؤلاء كانوا يجلسون على جدران الكعبة يتتبعون الظلال ما بين الصباح والمساء، وشغلهم هو أن يدفعوا المال للمحتاجين على أن يردوا لهم بزيادة، يعيشون من الربا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا الوضع، بل إن الله عز وجل هو الذي حرم هذا الوضع، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. انتبهوا أيها الشباب، قضية الربا قضية خطرة، لأن البعض الآن يريد أن يبرر فيقول: أنا محتاج إلى سكن، محتاج إلى سيارة، بل تعدى الأمر إلى الأضحية. غريب أن السنة تؤدى بالحرام، الأضحية سنة نبوية، لكن البعض يذهب من أجل أن يقترض بربا ولا يسأل الدين أصلا هل هو حرام أو حلال. كأنك تتوضأ ببولك أكرمكم الله، تتوضأ بالنجاسة، تتقرب إلى الله بأضحية من حرام، لا يجوز. الله عز وجل يقول: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عمه العباس يبدأ به، لأن العباس رضي الله عنه وأرضاه كان محتاجا إلى من يوجهه وإلى من يقول له الكلمة، فإذا به يتراجع فيقول له: أول ربا أضع ربا العباس. قال له: يا عم، يا عباس، ما لك على الناس من ديون لك أن تسترده بدون صفر فائدة، بصفر فائدة، أي لا تسترد زيادة على حقك. وأمره بذلك أمرا، ولبى العباس ذلك. ما كان العباس رضوان الله عليه إنسانا قويا أو جبارا أو عنيدا أو تمساحا أو عفريتا، وإنما استسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد له الناس ما عليهم من ديون دون أن يأخذ منهم درهما واحدا ربا في تلك المرحلة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضايا إجرائية، قضايا واقعية، قضايا تعالج أحوال الأمة. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بقضية لا تقل أهمية، وهي قضية الشأن الاجتماعي الذي صار يتلاعب به الناس اليوم، فوجه صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة احترام حقوق المرأة، لأننا نحن المسلمين منذ 14 قرنا سطر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله سطر لنا الله عز وجل في القرآن الكريم طريقة التعامل مع المرأة، قبل أن تأتي أحداث القرن 19 ومنظمات حقوق المرأة والتي بان عوارها الآن، هذه التي نشرت صورتها الفاضحة تضامنا مع هؤلاء التلاميذ المغرر بهم، إنسانة تدعي الدفاع عن حقوق المرأة، ففضحها الله عز وجل بأن الدفاع عن حق المرأة في التعري، عن حق المرأة في الحرام، عن حق المرأة في أن تمارس ما تشاء دون ضابط ودون دين ودون خلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا بيّن قضايا النساء، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. أي مساواة أكبر من هذا؟ أي مساواة؟ هذا الكلام لم يقل في القرن 21 الميلادي، إنما قيل في زمان
كان الناس ما زالوا يناقشون فيه هل المرأة روح أو هل للمرأة روح أو ليست لها روح. وهذا النقاش كان في أوروبا وليس في بلاد العرب والمسلمين. وبلاد العرب والمسلمين ما كانت أحسن حالة، بل كانت تأذي المرأة وتقتلها حية وترثها عندما تموت. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. هذه الوصايا الحقيقية، ليس من أجل إخراج المرأة ولا لاستغلالها في المصانع والمعامل والأشغال، ولكن من أجل إكرام المرأة باعتبارها الأم وباعتبارها البنت وباعتبارها الزوج وباعتبارها الأخت وباعتبارها نصف المجتمع الذي يبني النصف الآخر. هذا هو منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول للجمع الأكبر في حجة الوداع: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا. حقكم بين صلى الله عليه وسلم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وألا يأتين بفاحشة يفترينها بين أيديهن وأرجلهن، أي الخيانة الزوجية، هذه لا يقبلها الإسلام. من حق الرجل المسلم، أتحدث عن المسلم، دعك من الديوثين، أتحدث عن المسلم، يريد أن يعيش حياة نظيفة، يريد أن يكون مطمئنا إلى نظافة أهله ونظافة زوجه ونظافة نسله وأولاده. وحق المرأة أيضا على الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم: حقهن عليكم، أن كما جاء في الآية القرآنية: كسوة إطعامهن وكسوتهن بالمعروف، والاحترام اللائق والإكرام، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأعلى، وهو الذي شهدت له إحدى زوجاته، لم تأته الشهادة من خارج، إنما شهدت له امرأة عائشة رضي الله عنها، هي التي روت حديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هل تستطيع أنت أيها المسلم أن تروي عنك زوجتك أنك أفضل الناس معاملة على الإطلاق؟ من منا يستطيع ذلك؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، وروت الحديث زوجته عائشة رضوان الله تعالى عليها. هذا ملخص لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فيه إشارات أخرى كثيرة، لكن المقام لا يتسع لأكثر من هذا. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا. أدعو الله عز وجل يستجيب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، لا بد قبل الختم من التنبيه على أننا بعد يومين بحول الله تعالى سندخل شهرًا من أشهر الله الحرم، وما عاد الناس يعرفون الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، قال: إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يحكي الآية القرآنية ويتحدث عن الأشهر الحرم ويقول: ثلاث متتابعات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ورجب. كان الناس في الجاهلية كانوا يحترمون هذه الأشهر الحرم، وكانوا يضعون فيها السلاح، ولا يقاتل الواحد منهم عدوه، لو لقي قاتل أبيه لم يقتله. الأمة الإسلامية اليوم ما عادت ترعى حرمة، من قتل في مصر قتل في شهر ذي القعدة الحرام، أكثر من 1000 من الناس، أو يقال 4000، ويقال 1000 من الذين غيبوا لم يعرف لهم شيء في الأشهر الحرم. في بلاد الشام من قتلوا في الأشهر الحرم لم يعد الناس يعرفون شيئا اسمه الأشهر الحرم. نحن الآن إذن في الأشهر الحرم، في شهر ذي القعدة، ثم سندخل شهر ذي الحجة بعد يومين. هذا الشهر خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزايا، وقال المفسرون إنه هو المقصود بقوله تعالى: والفجر وليال عشر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما
من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هي عشر يتشبه فيها المسلم بالحجاج. جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يذبح الأضحية ألا يمس شيئا من شعره أو من أظفاره خلال هذا الأسبوع، أي خلال الأيام التسعة من شهر ذي الحجة قبل صبيحة يوم العيد. وجاء الفضل أيضا في صيامها، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، وخاصة يوم عرفة، وخاصة لغير الحاج. الحاج لا يصوم يوم عرفة لأنه منشغل بالعبادة والطاعة، وغير الحاج يتشبه بالحاج فيصوم في اليوم الذي يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات الطاهر. وهي أيام أيضا للذكر والاستغفار وقراءة القرآن والتكبير والتهليل، أيام ينبغي أن تكون مختلفة عن الأيام التي يألفها الناس في حياتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وإيمانا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماءهم في كل البلاد يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن ترد بالناس في مصر إلى صوابهم يا رب العالمين. اللهم رد بالناس إلى الصواب. اللهم أر الناس الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأر الناس الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. واحقن اللهم دماء المسلمين في كل مكان، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا بفضلك ورحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فنسألك اللهم أن تجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطغاة والطاغين وفي كل المستكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجمع اللهم صف الأمة الإسلامية. اللهم وحد صفوفها وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. اللهم اجمع كلمتها على القرآن والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بعض الأخوات يرجون منكم الدعاء لهم بشفاء الأمراض وقضاء الحاجات. اللهم اشف أمراضهم وأمراض المسلمين أجمعين. اللهم اقض حوائجهم وحوائج المسلمين أجمعين. اللهم اقض حاجات المحتاجين واشف أمراض المسلمين وأد الديون عن المدينين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد لسائر ما تحبه وترضاه. أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه.